بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل اللهم العقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زميلكم الطالب بشار الزعبي، هندسة مدنية سنة رابعة من فريق السيفل تيم. إن شاء الله راح أكون اليوم معكم بآخر فيديو من سلسلة شرح كورس هندسة الزلازل، واللي هو موضوعنا اليوم الدكتيليتي أوف شير وول. الدكتيليتي أوف شير وول بشكل عام الشير وول لما اجي اعمله يعني واحسب له الدكتيليتي واشياء هاي والكوفيشنت او الريشيو دكتيليتي، تمام؟ اول اشي بعمل الشير وول ككولوم، حلو بهذا الشكل. في عندي هاي كولوم باعتباره يعني هو الشير وول، هذا باعتباره كولوم مسلح بالعلوي ومسلح بالسفلي، تمام؟ هاي باوندري اليمنتس وهاي باوندري اليمنتس اللي هو بكون طبعا ذا سيم على اللي هو على الاذر سايد، يعني بكون متشابه على الاطراف، حلو. اصلا هو الباوندري اليمنتس ككولوم، بس انا بدي اشوف الدكتيليتي للشير وول، حلو. هسه طوله ال كامل ال من سنتر الحديد من فوق لتحت اللي هو دي، ومن فوق من سنتر للتوب فايبر ايش بنحكي له دي داش، حلو. هسه عشان اللي هي طرق او انه عشان امشي بالاناليسز تبع الشيء الدكتيليتي تبع الشير وول، في عندي تو مين ستيجز ان اناليسز. اول وحده بفرض انه تنشن ستيل يلدد، يعني الابسلون ستيل وصل لليلدد، تمام؟ هاي ابسلون ستيل يساوي ابسلون يلد، حلو. والستيج الثاني اللي هو كونكريت ريتش التيميت، اللي هو ابسلون كونكريت تساوي ابسلون كونكريت التيميت، يعني وصلت الكونكريت للالتيميت سترين، هي تساوي 0.003، تمام. طيب هسه بدنا نشوف انه احنا في عندي انا هون شير وول، هذا الشير وول سبجكتد تو اكسيال لود، تمام، معرض لاكسيال لود. فاحنا بنعرف انه في عندنا الانواع الستريسز اف سي اللي هو ام اكس اللي هو اي اللي هي ات ذا كومبريشن، طبعا هي عباره عن اف سي ات ذا كومبريشن زون. هسه اف سي برضه تساوي ام في دي ناقص اكس على اي في ان، اللي هي وينها بتكون ات ذا ليفل اوف ستيل، اللي هي بحيث انه اف اس على ان تساوي ام في دي ناقص اكس على اي. ممتع في النشاء. طيب الكيس الاولى اللي راح اشتغل عليها، حلو، هاي الكيس، هاي الباوندري اليمنتس، في عندي اريا ستيل داش وعندي اريا ستيل، طبعا عندي السترين دياجرام، في عندي ابسلون كونكريت وابسلون يلد، هاي اللي افترض فيها انه تنشن ستيل يلدد وصل لليلد، بدل ما احط هون ابسلون ستيل حطيت ابسلون يلد، تمام. وهاي المنطقه من هون الى هون بسميها اكس 1، وهاي ابسلون ستيل داش، طبعا ليش حطيتها ابسلون ستيل ما حطيتهاش ابسلون، يعني هسا بالمنطقة العلوية هون حطيت إبسلون ستيل داش، وهون إيش إبسلون ستيل، وهون إيش طبعا في عندي إبسلون كونكريت، صح؟ طبعا أنا ليش حطيت هون إبسلون ستيل تساوي إبسلون يلد، وهون حطيت إبسلون ستيل not equal إبسلون يلد، لأنه أنا أصلا مصمم أنه في عندي بمنطقة التنشن، هاي منطقة التنشن، تمام، تحت افترضت انه ايش انه هاي المنطقة وصلت لليلد، الحديد وصل لليلد، بس هاي المنطقة ما وصل لليلد، ما فيها يعني مش معرضة تنشن عالي اللي تصل لستيل فيها لليلدين، تمام. هسا بنروح للستريس ديستريبيوشن، هون بكون في عندي اف واي على ان، وهون بكون عندي اف اس داش على ان، عرفنا ايش حطينا اف اس داش، وهون اف سي، حلو. هسا في عندي الزاوية هاي الكي يلد، الكي يلد هي عبارة ايش، هي زاوية صغيرة جدا، فبناخذ لها التمثيل تان الزاوية يساوي المقابل على المجاور، تمام، يعني ابسلون يلد على دي ناقص اكس، بس تان الزاوية يساوي الزاوية بما انها زاوية صغيرة، اذا كي واي شو تساوي ابسلون يلد على مين، دي ناقص اكس 1. هسا بنعمل ايش، مجموع اف الاكس،
اللي هي عباره عن بي تساوي اللي هي بي اكس يعني او بي اي شيء كنا نعملها زي هيك احنا بالمومنت كاباسيتي تساوي كومبريشن كونكريت زائد كومبريشن ستيل ناقص تي تي ستيل يعني كومبريشن كونكريت كومبريشن ستيل ناقص مين تنشن ستيل حلو يعني مجموع اف اكس هاي اللي رايح لهون ناقص اللي رايح لهون حلو طيب هسه تي ستيل ايش هي تي ستيل عباره عن اريا ستيل في اف الواي صح ولا لا طيب بس طبعا هي ايش الاف الواي نيوتن على مليمتر سكوير بضربها في مليمتر سكوير مليمتر سكوير بتروح مع مليمتر سكوير بضل في عندي ايش نيوتن حلو عرفنا ليش اريا ستيل في اف الواي هسه كومبريشن كونكريت هي عباره عن نص اف سي في اكس 1 في تي وضحناها هاي لما كنا ناخذ ايش بالشير وول ديزاين ليش حكينا انه اف سي في اكس 1 في تي حلو طبعا كومبريشن ان ستيل في منطقه التوب فوق يكون اريا ستيل داش في اف اس داش حلو هاي اول كيس خلصنا منها الكيس الثانيه طبعا انا احنا بهمني من الكيس الاولى اللي هي ايش كي يلد قديش اطلع كل طب انا ليش رحت طلعته عشان اقدر اطلع المجهول اكس 1 هيو اكس 1 في عندي وين بالكومبريشن كونكريت صح ولا لا فانا من خلال المعادله هاي سولف بتبقى ايش سولف اكس 1 طبعا من هاي المعادله بعوض فيها المعطيات هذول ايش جيت اكس 1 او سولف اكس 1 هسا كيس 2 كيس 2 ايش بتحكي لي انه الكونكريت ريتش ايش بس طلع ريتش التيميت يعني الكونكريت وصل للالتيميت ستريس حلو طب التيميت ستريس ان كونكريت قديش عفوا التيميت سترين ايش يساوي التيميت سترين 0.003 يعني 3 بالالف حلو فبعمل كمان نفس المخطط بس لاحظوا انا هون بالمخطط هذا تمام استخدمت ويتن بلوك حولنا من سي ل اي اللي هي الـ مش الاكتوال ديبث الاي الاكويفالنت ديبث تمام هسه صار في عندي هاي المعادله اللي صارت عندي ايبسلون كونكريت هي المعلومه تمام انا كانت عندي هون ايش ايبسلون يلد اللي كانت يعني بالكيس 1 كانت ايبسلون يلد اللي كانت معلومه هسه ايبسلون كونكريت حلو ايبسلون كونكريت ايش تساوي 0.003 هاي منطقة دي داش وهاي منطقة سي كلها منطقة هاي سي حلو سي ناقص دي داش تنطيني كذا المنطقة اللي هي عند وين ايبسلون ستيل داش من سنتر الى فوق تمام والباقي ايش تحت دي ناقص سي والكي التيمت ما ارتبط مع مين مع الايبسلون التيمت حلو طبعا ايبسلون ستيل بما انه الكونكريت وصل للالتيمت تمام معناته الابسلون ستيل اكبر من اليلد بكثير يعني تعدت مرحلة سترين اليلد تبع الحديد حلو فصارت ايش عندي ابسلون ستيل ايكوال او مور يعني جريتر ذان مين ابسلون يلد حلو طبعا بنروح لوتن بلوك اللي هو اي وفي عندي كومبريشن ستيل كومبريشن كونكريت 0.85 اف برايم سي حلو في عندي تحت تنشن اللي هو اريا ستيل في اف الواي طبعا علاقة اي في سي بيناتهم ريشيو انه اي على سي تساوي ايش بيتا 1 بيتا 1 الها قانون لقدام ان شاء الله راح ناخذه طبعا هو احنا اخذناه بالار سي هو نفسه هون بتكرر لانه نفس المادة احنا حاليا قاعدين نعمل ديزاين وقاعدين نعمل دكتيليتي يعني اناليسيس للدكتيليتي الى اخره حلو طيب كي التمت شو تساوي نفس ما كنا نحكي عن كي يلد كيلد كنا نحكي انه هاي الزاوية صغيرة وانه هاي الزاوية صغيرة اذا تاني الزاوية شو يساوي الزاوية فصار كي التيمت تساوي المقابل على المجاور اللي هي ابسلون ستيل ابسلون كونكريت التيمت على سي صارت بطلت ايش اكس 1 او دي ناقص اكس 1 تمام فهسا ابسلون كونكريت التيمت اللي هي معروفة معاي 0.003 تمام بظل في عندي ايش السي برد بروح وين على معادلة مجموعة F X للكباسيتي إله شو ده يصير P تساوي Compression Concrete Compression Steel Plus Mean Tension Steel طبعا هون يا أخوان في اسمه تغيير الإشارة هاي ناقص عفوا تمام هاي ناقص T Steel طيب Compression Concrete هي عبارة عن إيش 0.85 في F prime C في A في T
كومبريشن ستيل ايش يساوي؟ اريا ستيل داش في اف اس داش. تي ستيل ايش يساوي؟ اريا ستيل في اف الواي. سولف فور سي، حل ايش؟ سي بمعادله مجهول واحد. طبعا هسه الدكتيليتي ريشيو ام كي تمام هو عباره عن كي التيميت اللي بطلعها من ستيج 2 على كي يلد اللي بطلعها من ستيج 1. طبعا هسه في عندي اكزامبل، حلو هذا الاكزامبل بحكي له انه انا في عندي شير وول سبجكتد تو اكسيال لود ايكوال 4000 كيلو نيوتن، الباوندري اليمنت البي تبعتها 1.8 في الثيكنس 0.3 متر، بيناتهم 3.4 وول، الباوندري اليمنت الثاني نفس الشيء وتصليحها 16.25. الريكوايرد انفورميشن بيحكي لي انه اف براين سي 30 ميجا باسكال، اف الواي 420 ميجا باسكال، اريا سيل اللي هي تساوي اريا سيل داش اللي هي عباره عن 16 في باي في 25 سكوير على 4 بنطيك 7854 ملم سكوير. ابسلون يلد هي عباره عن اف يلد في اي ستيل على اس اي ستيل تمام. هسا اي ستيل معروفه معنا 200 جيجا باسكال، واف الواي افيلد معلومه معي الى 420، اقسمها بقى بتطلع معك 0.0021. هسا دي هي عباره ايش؟ حكينا من الحافه الى منتصف الستيل، اذا دي ناقص تساوي 5 متر كامل 1.6 زائد 3.4 بتطلع معك 5 متر ناقص 0.4 اللي هي نص 0.8 على 2 بتطلع معك قديش؟ 4.6 متر. هاي الدي دي داش 0.4 اللي هي عباره عن ايش؟ بي على 2. اي كونكريت نستذكرها انه 4700 جذر اف برايم سي، واللي تساوي قديش معنا؟ 25743 ميجا باسكال. مودولر ريشيو اي ستيل على اي كونكريت تساوي 200000 ميجا على 25743 ميجا باسكال. الكلياتهم ايش بتطلع معك؟ 7.7 ايش هذا بكون قيمه الان. طيب هاي طلعنا بنروح على كيس 1. كيس 1 ايش حكينا؟ احنا كنا نشتغل على انه الحديد وصل اليلد صح ولا لا؟ اي اللي هو ايبسلون يلد قبل شوي طلعتها اللي هي عباره عن ايش؟ بالسترين 0.0021 صح؟ وهي المنطقه ايش؟ بصار في عندنا دي داش واكس ناقص دي داش، هاي المنطقه كامله اكس ها؟ وهي ايبسلون ستيل داش وهي ايبسلون كونكريت. هسه بالستريس ديستريبيوشن عندي اف سي اف اس داش على ان واف واي على ان. بنروح على المعادله، هاي بصير بي تساوي كومبريشن كونكريت بلس كومبريشن ستيل ناقص ايش؟ تي ستيل تنشن ستيل. تي ستيل اللي هي اريا ستيل في اف الواي معلومه ما بتطلع معها قديش؟ 7854 تمام مضروبه في 420 بتطلع معك اللي هو 309 قديش؟ 1 2 3 4 5 6 7 تمام، اللي هي 3,298,680 نيوتن تمام. السي السي شو تساوي؟ نص اف في اف سي اف سي عفوا في في اكس 1 في تي. طبعا هسه خلينا شوي من هنا وننزل نقعد نحلل فيها اول باول. اف سي عباره ايش؟ اف سي متساوي مثلثات اف سي على اكس 1 شو تساوي؟ اللي هي اف الواي الان هاي على دي ناقص اكس، يعني هاي المسافه اللي هي قديش حكينا من هون لهون دي ناقص اكس وهي اكس، صارت اف سي يعني الارتفاع الكبير على قاعد كبير يساوي ايش؟ ارتفاع صغير على قاعد صغير. حلو، صارت اف سي على اكس 1 تساوي اف واي على ان على دي ناقص اكس، هاي المسافه من هون الى هون دي ناقص اكس، هاي تشابه مثلثات بحيث اني اقدر اطلع منه اف سي. اف سي بطلعها كونه اكس 1 غير معلومة تمام، بروح بطلعها بمعادلة تطلع معنا، بضرب هاي القيمة في هون بصفي عندي اف سي. اف سي شو تساوي؟ اكس 1 اللي طلعت في اف الواي على ان على دي ناقص اكس، هسا اف الواي على ان تمام اللي هي 420 تمام، 420 تقسيم 7.7 بتطلع معك 54.5، هي 54.5 في اكس المجهولة على دي اللي هي 4.6 متر ناقص اكس 1 تمام. هسا كومبريشن ان ستيل ايش تساوي؟ اف اس تي اف اس داش في اريا ستيل داش تمام. هسا نروح لهون شوية بدنا عشان نطلع اللي هو اف اس داش على ان تمام، اف اس داش على ان على اكس 1 ناقص دي داش، هي هاي المسافة من هون الى هون قديش؟
حكينا دي داش صح؟ طب هاي المسافة قديش بصير؟ اكس 1 ناقص دي داش. سو بالاخير انه اف سي على اكس 1 تساوي اف اس داش على ان على اكس ناقص دي داش، اللي هي هذا الكلام هي مطبق هون مترجم، اللي هو اف اس 1 تمام على ان على اكس 1 بلس عفوا ماينس دي داش تساوي اف اس على اكس 1. تعطينا قديش؟ اللي هو اف اس داش يساوي اف سي مضروبه في هذا الرقم اللي هو اكس ناقص دي داش تمام على اكس طبعا مضروبه في مين؟ ان طبعا هي ان يعني حطيتها هون واحد الاخير هي اصلا وين؟ بالمقام تمام. فالان تطلع هون معها بالضرب مع اكس 1 ناقص دي داش في ان على اكس 1. المعادله بحط اف سي هاي القيمه مكانها بعوضها بس هون تعويض، بس يصير ايش عندي؟ اف اس داش يساوي 54.5 اكس 1 على 4.6 ناقص اكس 1 في اكس 1 ناقص دي داش اللي هي 0.4 في 7.7 على اكس 1. بروح ايش بحكي؟ انه معادله البي شو تساوي؟ بي المطبقه علي بي التيميت تساوي اريا سي في اف الواي في زائد نص عفوا هاي جمع تمام وهاي ناقص حلو، لانه تي ستيل هاي وهاي اريا ستيل كومبرشن ستيل وهاي كومبرشن كونكريت ضرب مجموعات مع بعض وهذا منقص منهم. اذا ناقص اريا ستيل في اف الواي زائد نص اف سي في اكس 1 في تي زائد اريا ستيل داش في اف اس داش نفس هذا هيو شايفينه معوض هون بالسالب، يعني احنا ناسين بس نحط هاي الاشاره 7854 مضروبه في اف الواي اللي هي 420 تنطيني ايش؟ تي ستيل زائد اللي هي كومبرشن كونكريت زائد قديش ايش؟ كومبريشن ستيل مضروبه في اف ايش؟ اس داش هاي في اريا اس اريا ستيل داش وهاي ايش؟ اف اس داش اللي معوضنا هاي بالقيمه هون بس. سولف اكس بتطلع معنا اكس 1 تساوي 1517 مليمتر. لا تنسوش طبعا هون تعوضوا كلياته بالمليمتر وبالنيوتن حلو عشان يطلع معك الرقم قريب للرقم الصحيح. طبعا لازم يكون الارقام شبه هسه عشان اطلع كي يلد شو تساوي؟ ابسلون يلد في دي على دي ناقص اكس 1 اللي دي 4600 ناقص 1517 طبعا اقسم عليهم اللي هو 0.0021 بتطلع معك 6.81 ضرب 10 قوه 7 ناقص 7 راد لكل متر مليمتر. هسه بنروح للكيس 2. الكيس 2 هاي تمام اللي احنا حكينا ايش بتعتمد؟ بتعتمد على الكونكريت ريتش ايش؟ التيميت يعني كونكريت وصل للالتيميت. اذا ابسلون كونكريت التيميت تساوي 0.003 تمام. فهاي قلتنا بلوك بالاخير بي شو تساوي؟ كومبرشن ستيل زائد كومبرشن كونكريت ناقص كالعاده يعني احنا كنا ننساها تمام يعني عملناها على السريع هذا الملخص ناقص ايش؟ تي ستيل حلو. هسه تي ستيل ايش تساوي؟ 3000 اللي هو 3,298,680 حلو اي اللي هو هيو 7854 مضروبه في 420 هاي الرقم هيو هون تمام نفس الرقم نيوتن. فكومبريشن كونكريت ايش يساوي؟ نص عفوا 0.85 في اف برايم سي في تي في قديش؟ في اي اللي هي عباره عن مين؟ بيتا في سي. بيتا 1 ايش تساوي؟ طبعا هاي بيتا 1 تمام تنسوه بيتا 1 تساوي 0.85 هذا حكينا كل القانون راح ننتقل كمان شوي 0.85 ناقص 0.05 في 2 على 7 ايش هي الاثنين اللي هي اف برايم سي قديش كانت؟ 30 صح؟ اللي هو هيو هذا الرقم اصلا كان 30 اسرد عليكم ورقه اللي هو قانون ايش كان يساوي؟ بيتا 1 تساوي 0.85 ناقص 0.05 في اف برايم سي ناقص 28 على 7 تمام. اف برايم سي قديش كانت عندي؟ 30 ناقص 28 بصفي مجموعهم 2 تمام بتضرب 0.05 على 7 نقصهم هون بتطلع معك 0.835 هاي هي بيتا 1 تمام. هاي بيتا 1 تطلع معنا 0.835 كومبريشن كونكريت شو بده يصير؟ عبارة 0.85 ضرب اف برايم سي 30 ضرب تي اللي هي 330 سنتي في 0.835 في سي اللي هو بيتا 1 في سي الاي فسي شو تطلع؟ 6393 سي يعني فانكشن وذ مين؟ وذ سي. هسا ابسلون ستيل داش
على 0.003 تساوي سي ناقص دي داش على سي، تمام؟ التشابه مثلث زي ما كنا نعمل قبل شويه. فابسلون ستيل داش تساوي 0.003 في سي ناقص دي داش على سي. طيب اف اس داش تساوي ابسلون ستيل داش في اي ستيل. اضرب هسه 200,000 صح؟ هاي 200,000 ضرب 0.0303 تطلع معك 600. هذا الرقم هاي 600 شايفينه؟ هذا 600 اجى من هون اللي هو اي ستيل في 0.003 في سي ناقص 400 اللي هي دي داش على سي، عوض القانون اللي هي 4000، تمام؟ هاي 4000 ضرب 10 قوة 3 عشان نحولها نيوتن، في تساوي اللي هي اول واحدة اللي كومبرشن كونكريت 6393 سي زائد مين كومبرشن كونكريت كومبرشن ستيل، تمام؟ ايش اللي هي تساوي؟ حكينا 600 في في سي ناقص 400 على سي في اريا ستيل اللي هي 7800. طبعا هذا من هون تير من حد هون 600، هذا كله في ايش؟ عبارة عن اف اس سيو، حلو؟ اضرب في اف اس داش، اضرب في اريا ستيل داش بنعطيك كومبريشن ستيل داش او كومبريشن ستيل عفوا، اضرب في اريا ستيل 7854 نقص منهم تي ستيل اللي هي 3,298,680 نيوتن، بتطلع معك سي قديش؟ تساوي 781.7 واللي هي كي التيميت شو تساوي؟ ابسلون ستيل التيميت على سي ابسلون عفوا ابسلون كونكريت التيميت على سي تطلع 0.003 على سي 781.7 بتطلع معك 3.837 ضرب 10 قوة 6 ناقص 6 راد كل متر ملي متر. هسا ميو كي اللي هو عبارة عن اللي هو الدكتيليتي ريشيو سي كي التيميت على كي يلد واللي هي تساوي هذا الرقم اللي هو 3.837 ضرب 10 قوة ناقص 6 على مين كي يلد اللي هي 6.81 ضرب 10 قوة ناقص 7 وتساوي 5.63. وهون بنكون انهينا الدكتيليتي اوف شير وول. طبعا المادة يعني كهندسة الزلازل ما بتقتصر هون، في عندك كمان الدكتيليتي اوف كولوم الموجود، تمام؟ بس احنا ما يعني ما تطرقنا له مع الدكتور اللي شرح لنا المادة دكتور امجد، ما شرح لنا الدكتيليتي اوف كولوم، احنا اكتفينا بوين بالدكتيليتي اوف شير وول. وهذا السؤال يعني اللي انطيتكم اياه سؤال اجانا بالامتحان فاينل عليه 10 علامات، سؤال الفيديو السابق اللي هو عليه 40 علامة ديزاين للشير وول من بلان بكون منطيك اياها، بدك تطلع كل الاشياء اللي حليناها مع بعض. وهيك ان شاء الله انا بكون يعني بضمن لكم اذا فهمتوا الموجود بالفيديو وحليتوه اكثر من مرة وجربتوا بارقام وقيم ثانية وشفتوا الاغلاط اللي راح تطلع معاكم، انا بضمن لكم تجيبوا 50 من 50 بالفاينل، لانه هاي مادة كتاب وهذا كل ما في المادة من شرح. فاحنا يعني بدورنا بنوضح لكم كل اشي موجود في الكتاب واللوسية تبعت الدكتور المعتمد اللي هي السلايدات، وان شاء الله الله يوفقكم يا رب وجيب علاماتكم. لا تنسوناش من الدعوات، يعطيكم الف عافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.